الفاصل وتحديد المراكز من الخامس إلى الثامن. التريكي الجزائري الذي يحتل المركز الخامس المؤقت، وهو الذي إدريس فاز بالمركز الثاني في دورة طراغون الأخيرة في مسابقة الوثب الطويل. المهم إن شاء الله سيكون حاضر في البطولة العالمية بكل إمكانياته، لأن هذه الألعاب هي تحضيرية له قبل الدخول في التحضير النهائي للبطولة العالمية المقررة بعد أسبوعين بمدينة يوجن الأمريكية. ينطلق الآن تريكي ومحاولة جيدة ممتازة. محمد راح يصعد إلى المركز إن شاء الله. المركز الثاني أو الثالث إن شاء الله. الثاني أو الثالث حسن، لأنه المحاولة رائعة كانت الأخيرة. ميدالية الذهبية صعبة حسن أمام تشجيعات الثاني أو الثالث، لأن الجمهور شفت الجمهور هذا وش يقدر يعمل مع الأبطال حسن. قلتها وتعيد هذه دائما. الحمد لله حسن مع الجمهور هذا. الجمهور شوف الآن السرعة الناقصة عنده شوية، ولكن ارتقاء كانت جيدة. لا ارتقاء قوي والتحليقة كانت جيدة. أيوة. حتى ممتازة. وضعية قدم ممتازة. مثالية. 87 يأخذ المركز الثالث حسن. ثالث وميدالية برونزية. يأخذ المركز الثالث. حتى هذه المناصرة اقتنعت أن المحاولة كانت جيدة. 87 ومركز ثالث وميدالية برونزية إن شاء الله لياسر تريكي بعد ميداليته الفضية في سباق الوثب الثلاثي. نعم مازال خمسة عدائين حسن إن شاء الله.